غير النظام. طبعا ابرز المطالب اللي خرجنا بها عدد من الطلاب القانون والتحليلات وكل الاقسام المتواجده في هذه الكليه هي مطالبه بالحقوق المشروعه، الامن والسلام والعيشه الكريمه بهذا البلد وخاصه في هذه البصره. واحنا نرفض كطلاب بشريحه مثقفه، نرفض اي تدخلات ايرانيه او تدخلات خارجيه بتشكيل حكومه او تنصيب رئيس وزراء لهذا الشعب. نطالب من رحم هذه التظاهرات، من عاش به هذه عاش بمعاناه البلاد بصوره عامه، لان مثل ما تعرفون من 2003 لحد الان ما شفنا عيشه كريمه. واحنا كطلاب اليوم نتخرج والله ما متاملين لا بتعيين لا بحكومه ولا باهلي، لان الوضع جدا تعبان. حتى العماله اذا تريد تشتغل لازم عندك واسطه خلفه تعرفه كل الزين، يلا ها يشغلك لو ما يشغلك. فهذه نريد نقضي عليها، كل هذه الواسطات وهذه العلاقات نريد كل سواسية العامل ياخذ حقه، الموظف ياخذ حقه، كل بحسب وظيفته او حسب ثقافته وشهادته العلميه. طالب ماهر كريم محمد. طبعا مواصفات رئيس الوزراء القادم يعني مطالب الشارع مثل ما نسمع ونشوف، واللي نريده هو يكون من رحم هذه التظاهرات. عاش معاناة من 2003 لحد الان، مو جايني من الخارج وجايني من دولة اجنبية ويمتلك عدة جنسيات، يعني اذا يعني احنا ناس هن عليه سرقة، لان كل انسان امن العقاب سائل ادب، وهؤلاء اللي اجوا لحكمة مأمنين العقاب ما حد حاكمهم. احنا نؤمن بالقضاء العادل، نؤمن بنزاهته، بس لكن انتشر البوق والسرقة لهذا البلد. صار لنا شهرين ما نداوم ونطلع طالعين المظاهرات من الشهر العاشر، طلعنا اليوم نساند اخواننا المتظاهرين مساحة التحرير اللي قاعد ينقتلون بس على مود يطالبون بحقوقهم. حد الان الاضراب ما له وقت انه ينتهي على ما نحقق مطالبنا وناخذ رئيس يسمعنا، يعني رئيس زين نعتمد عليه. يعني احنا واحد يطلع يطالب بحقوقه تروحون تاخذونه تخطفونه، وحد الان يعني واجد اكو ناشطين ما ندري وينهم، ما ندري وينهم، يروحوا ياخذونهم بعد ما يرجعونهم. اكو ناس قاعد تنقتل بس بمطالبه الحقوق، يعني هذا معامل مو انساني. نحن كمتظاهرين البصره من اكاديميين وطلاب جامعات ومعاهد نتظاهر من اجل قضيه وطن العراق فوق الكل وفوق
كل العادات والتقاليد. نحن نتظاهر من أجل عراق متقدم وعراق مزدهر وعراق خالي من الأحزاب وعراق خالي من القتل والفساد والفاسدين. نحن بدورنا نثمن جهود الأخوة الطلاب والطالبات من المتظاهرين السلميين المكفولين وفق الدستور وفق المادة 38 والمؤسسين من ضمن القانون. نحن بدورنا نريد وبشكل تام وبشكل فوري رئيس وزراء مستقل غير مزدوج الجنسية، ونريد رئيس وزراء غير منتمي إلى الأحزاب، ونريد رئيس وزراء ذو علم ودراية واسعة بما يدور في الشارع الحالي. نحن بدورنا نثمن كل الجهود التي خرجت من أجل البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام، ونحن بدورنا هنا ثابتون إن شاء الله ولا نتزحزح حتى تحقيق المطالب. نحن كطلاب كلية الكنوز اليوم نظمنا مسيرة حشدية ضد هذه الاغتيالات التي نطقت ضد الناشطين المدنيين، ونطالب بتغيير رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء عليه أن يكون مستقل لا ينتمي إلى أحزاب، مستقل وليس مستقيل. فأبسط مثال هسه حاليا رشحه أسعد العيداني رئيس وزراء، فقبل هاي المطرة البصرة كلها غرقت. ب 2018 28 شهيد عندنا من سبب أسعد العيداني، وهسه 19 شهيد. فيجب أن يكون رئيس الوزراء مستقل وليس مستقيل. احنا مطالبنا بسيطة، نريد رئيس نزيه مو من خارج البلد، نريده منا وبينا، وما نريد واحد مجربينا احنا، لان الكل اللي جربناه وفشلنا بهاي التجربه. هسه انا طالبه كليه مرحله اولى، بعد 4 سنوات انا شو يضمن لي مستقبلي؟ وانا حتى لو طبيه، هسه طب الاسنان لغوا تعيينه، يعني هسه يعني هم اداه طبيه لغوا تعيينهم، ايش حال البقيه؟ يعني والمهندس والمدرس والغير هذا، اذا يعني اذا هم ما عندهم وظيفه، لان خطيه يعني الواحد يدرس ويتعب تاريته يقعد. احنا نريد رئيس يعني يحسن اوضاع البلد. هسه ابسط شيء الشوارع، شنو شوارعنا كلها مخلفات وزبايل وما ادري شنو. هسه الدول الخارجيه ليش احنا مو كنا نعد من اغنى الدول؟ هسه ليش احنا افقر الدول يشوفونا؟ ليش من يصيحون اسم عراق او عراق يا روح للعراق، العراق مو نظيف وكذا وكذا، ليش؟ يعني احنا هاي ابسط حقوقنا ما جاي تتوفر، فاحنا راح نستمر بالاعتصام، وش ما يصير ما راح نداوم من لحد ما يشوفونا يعني وضع هاي السالفه. مواصفات رئيس الوزراء المطلوب القيادة الفتره الست اشهر القادمه، مطلوب من عده انه يكون نزيه ما ينتمي لاي جهه حزبيه، ولاء الوحيد مرجعيته الشعب مو مرجعيته اي ولاء ثاني يكون ما له، ما ينتمي لحامل جنسيه واحده مو متعدد الجنسيات او جنسيتين، ما له اي ولاء لاي بلد ثاني غير العراق. ونتمنى من الله التوفيق. يعني احنا من طلعنا ما طلعنا على عادل عبد المهدي، احنا من طلعنا طلعنا على طبقه سياسيه كامله فاسده، طلعنا على طبقه احنا مضطهدين يعني كشعب بصري كشعب عراقي بصوره عامه. طلعنا نريد تغيير تعديل على الدستور، نتخلص من الاحزاب، الناس جزعت ارواحها بصوره عامه. احنا نتمنى من عندهم انه يوفرون مطالبنا بصوره عامه، يعني يباوعون، لان الناس تعبت. احنا ويا الاعتصام السلمي ضد الحرق ضد التخريب، اعتصام سلمي، ساحة الاعتصام هي مكان تواجدنا كبصريين معتصمين ومستمرين بالاعتصام. ما اللي يحرق، اللي يخرب، اللي يدمر، اللي ينهب، هذا ما تابع للشعب البصري المثقف. نتمنى ان شاء الله من الله التوفيق. واحنا طلعنا على يعني رشحوا اسعد العيداني، هو اسعد العيداني ما وفر مطالب البصره، ما قدم اي شيء للبصره، انه بصير رئيس وزراء هو كمحافظه ما دارها بصوره صحيحه. لا ننسى انه هو منتمي لجهات حزبيه ومرشح عن كتله حزبيه. احنا نريده شخص مستقل ونزيه. الاعتصام السلمي طلع ضد قصي سهيل اللي حملت الشهادات العليا ورشهم بالماء واذيتهم. يجي قصي سهيل نفسه يترشح رئاسه الوزراء لو يجيبون يرشحون شخصيات فاسده، هذا الشيء ما راح يسكت الشارع البصري. لو 30,000 درجه وظيفيه اللي قدموها للشباب يريد يسكتها ويبعدها عن الاعتصام. احنا مستمرين بالاعتصام السلمي لاخر يوم ان شاء الله. بالراب بالدم بالدين.
الدمع وروح على الرايه. هاي شبابك يا وطن هاي. هاي الدورة وكل الناس روحت ترفضكم، ما يتراجع حد الموت لازم نطردكم. هاي الدورة وكل الناس روحت ترفضكم، ما يتراجع حد الموت لازم نطردكم. هاي الدورة وكل الناس روحت ترفضكم، ما يتراجع حد الموت لازم نطردكم. هاي الدورة وكل الناس طبعا خرجنا اليوم لاعلان ديمومة العراق الشعبي، العراق الطلابي المستمر منذ 62 يوم وما زلنا مستمرين ما دامت لم تتحقق المطالب، فنحن باقين ومستمرين على هذا النهج لحين تحقيق المطالب. مطالبنا معروفة اللي هي مطالب الجذرية، هي تعديل قانون الانتخابات وفوضية مستقلة للانتخابات وانتخابات عاجلة نزيهة. طبعا قانون الانتخابات اللي انطرح قبل فترة هذا قانون مرفوض، والشعب يرفض هذا القانون لما فيه من ألغام. طبعا احنا كشعب اليوم احنا مو بصدد انه نحضر اسم او ندعم اي اسم، نحن اليوم نضغط مطالبنا الثلاثة المعروفة. اما اسم رئيس وزراء فنحن نعطي مواصفاته، مواصفاته يجب ان يكون عراقي ولاء للعراق، لم تثبت عليه اي تهمة فساد خلال هذه الفترة، وأن يكون ولاء للعراق 100%. طبعا الإضراب الطلابي مستمر ما دامت المظاهرات مستمرة وما دامت الحقوق مسلوبة، سنكون مستمرين وداعمين لبغداد ولبقية المحافظات، وإن شاء الله نطالب من الموظفين النزول إلى الشارع والنزول إلى رغبة الشارع والتخلي عن المصالح الشخصية وإعلان الإضراب العام للعمال والعمل. أنا أحب طلبة كلية كنوز جامعة وحب أنوه على شغلة، يعني إحنا نريد أنه يحكمنا واحد من رحم العراق ويكون مستقل، يعني ما نريد أن هاي ميليشيات يعني خارج العراق من إيران أو غيرها سيطر أو تغير يعني الوضع بالعراق وتتدخل بأمور يعني هي ما لها علاقة بها. يعني إحنا طالعين لا تخريب ولا لغاية يعني شيء تخريبي، إحنا طالعين سلمية، يعني نريد إحنا واحد من عندنا، واحد من الشعب هو يحكمنا وهو يفيدنا بالخدمات، وإن شاء الله ما يصير هذا القتل والاغتيالات والخطف لأن ما لها سبب. يعني وحتى لو تقتال أو تخطف إحنا جايين نقول الموت عشرة، العفو يروح واحد أو عشرة، يعني ما نهتم العدد، إحنا أهم شيء ما يضيع دم الشهداء وأهم شيء تحقق مطالبنا بأسرع وقت، فما راح نوقف حتى لو يصير قتل خطف أي شيء وإن شاء الله تحقق مطالبنا. إحنا أهم شيء إنه ما يكون يعني متطرف أو تابع لجهة خارجية يعني من إيران أو غيرها أو أي دولة يعني مجاورة أو خارج العراق، أريد واحد من رحم العراق وهو يعني يعرفنا ويعرف شعب شنو مطالبه والمن إحنا طالعين على موت شنو نريد، وإن شاء الله يعني صير للريدة. نحن طلاب كلية الكنوز الجامعة
والله أتينا إلى هنا بمطالبة الحقوق المشروعة، ونطالب من الدولة العراقية بالتصويت على انتخاب قانون المفوضية عادل حتى يضمن حقوق الشعب العراقي، أضاف إلى ذلك تعديل الدستور حتى تكون هناك موازنة عادلة لأي شخصية تحكم، لأي شخصية تحكم العراق. وكذلك نتمنى يكون هناك رئيس وزراء عادل بعيدا عن المحاصصة السياسية حتى يلبي طموح الشعب، واحتراما لدماء الشهداء الطاهرة الزكية التي سالت في ساحات التظاهر. طبعا يكون رئيس وزراء انه يلبي طموح الشعب، شخصية عراقية توافق جميع الشعب، جميع مطالب المتظاهرين، حتى يلبي طموح الشعب وعوائل الشهداء ان شاء الله.
صوت يا ناس بعد صوروا هذول جوا التراب ايش فكرت من كتلة فكرت ما فكرت عندهم ما فكرت عند اخوان ما فكرت عند اخوان ما فكرت عند جهاد الله اكبر عليك ما راح ننساهم ما راح ننساهم ما راح نرجع الا طلع حقوق دم اخواني ذولا طاعوا بالساعة ما راح ارجع للبيت الا ساقط العذاب خضرة الموت وريحة الهيل